طبعا بين فريق المولودية التي جاء الأمام. نذكر بأن المباراة كاد يخطئ، كاد يخطئ فوكسية لعشر مباريات. عبد المومن جابو تلعب تصير مع عبد المومن، مع دوش زكريا يرفع الكرة جميلة الرأسية ممتازة. هذا الوفاق سيكون نهائي متجدد، وهذه الكرة الجميلة لكنها بعيدة. مادي يلعب على الجهة اليسرى، قاسم مادي يوزع التوزيع والتدخل من الدفاع، كرة هدف، كرة هدف، ضاعت، ضاعت على واجد احمد دوبي. رائع، ممتاز منصوري، فنان منصوري، تسديدة قوية أرضية من القائم. هذه التسديدة من بدبودة لم تصطدم بظهر هجومي منذ انطلاق المباراة، حوالي ثلاث أو أربع فرص سانحة للتهديف. جميلة هذه التسديدة من هناك. الصفراوي الآن يتحصل على لمصلحته بطاقة. عبد المؤمن الأقرب دايري الراسية ممتازة، الذي خسر سبع نهائيات على ما أعتقد متتالية الراسية قبل جميع داخل منطقة العمليات. يلعبها قصيرة بطريقة ذكية ناحية حدوش زكريا الراسية في المتابعة، ما أروع هذا الهدف، ما أروع هذا الهدف، ما أجمل هذا الهدف، ما أجمل هذا الهدف للوفاق بطريقة ذكية في لحظة غفلة من دفاع المولودية. الطريقة التي لعبت بها الوفاق والتي للقدم في زاوية بعيدة على الحارس فوزي شوشي، وضعها وكأنه وضعها بيده بطريقة ممتازة، بطريقة رائعة، يضع الوفاق في المقدمة ويفك الشفرة الدفاعية في حدود هذه الدقيقة 28 من بداية المباراة. النتائج بعد مرور 29 دقيقة. هيكل القاسمي ربما أدى أول هدف التعادل، عدل النتيجة، يعدل النتيجة سيد أحمد عواج. سيد أحمد عواج لم يترك الفرحة تكتمل من جانب أنصار الوفاق. المولودية بعد هذه الرأسية عاد بالمولودية قبل أن يتسلل إليها الشك، قبل أن يتسلل الكرة اصطدمت بنقاش الذي كان ساقط على أرضية الميدان. هل يمكن لو أنه لم يكن في وضعية التسلل؟ قلت بأنه شارك في اللقطة منذ البداية، الكرة الأولى من نقاش ثم التسديدة مباشرة. اللاعب يمرر له الكرة فيجد هذه التوزيعة، بما أنه تحصل على ركنية عواج سيد أحمد يلعبها دايرية وخروج دايرية، ما زال الخطر. إطلاق العنان بعدما يسدد عبد الرحمن حشود، آخر يهاجم الوفاق. وجب أن نقول مرت، مرت دائرية لصالح المولودية مباشرة. كانت تكون مباريات عديدة قبل أن يصبح أول المختصين فريق اتحاد الجزائر في التتويج، قبل أن تعود المولودية والوفاق. يا كرة، 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 تمدد لها، تمدد لها أمام هشام نقاش، ولكن خضيرية، ريفلكس رائع من خضيرية، ردة فعل ممتازة من خضيرية، ربما الركنية السابعة لصالح المولودية وخروج خضيرية مرة أخرى. الحكم يمنح له المخالفة، ويلا منه قاسم البحث عن عبد الرحمن، الرأسية منه عبد الرحمن، هشام نقاش كاد يصل على الكرة، هشام نقاش، الكرة لصالح المولودية تسترجع والفيها الخطأ. حيلي قراوي البطاقة الحمراء، ماذا قراوي؟ نعم البطاقة الحمراء لقراوي أمير. زكريا حدوش المولودية، الكل صامت، زكريا حدوش عالية في الوزاني، الكرة الأخيرة لصالح المولودية، ريع. ماذا ضيعت المولودية؟ هاي الإعادة، من صعد فوق الجميع وضرب الكرة بطريقة ممتازة، صدتها العارضة الأفقية وليس خضيرية. بين الفريقين خاصة والمولودية تلعب بعشرة عناصر، كيف يواصل اللعب؟ آية جميلة، آية ممتازة، أو عبد المومن جابو، أو عبد المومن جابو، أو عبد المومن جابو، ممتاز، ولكن قد ينال التعب من عناصر المولودية قبل عناصر الوفاق. مع عبد المومن
عبد المؤمن مضطر لفتح اللعب لجاني طلايع. ممتاز، هاي كرة صعبة، هاي كرة لصالح الوفاق. الوفاق أصبح يجد سلاسة، في المرور. خروج أمير قميا وهو ما تريد أن تخرجه في هذه الدقائق الحاسمة، وهي تدرك بأن عناصر المولودية ربما الهدف الثاني لصالح الوفاق، الذي يحلق في الآفاق في هذه اللحظة. صمد دفاعيا أمام فريقنا والأحسن في البطولة، هل هو اللاعب طبعا رقم 15 بدران المدافع اقتنص من دون أن يرتكب الخطأ. تورك يصول ويجول داخل منطقة العمليات بالرأس، يعني أنه يسجل الهدف التالي فتلقى البطاقة الصفراء. معليش، المهم المباراة مستمرة، المولودية تريد أن تجتهد. هاي صعبة صعبة صعبة، ما زال الخطر. الله، ماذا فعل خضيرية؟ ماذا يقول حكم المباراة؟ إعادة، وهي التسديدة. الكرة لم تلمس اليد، الكرة اصطدمت بالبطن وبالصدر. أفت الهدف الثاني وتعديل الكفة في مباراة مثيرة، مباراة تليق بمستوى وسمعة الفريقين. إلى حد الآن البطاقات الصفراء، هل الحكم يريد أن فعلا بطاقة حمراء؟ ما هذا؟ بطاقة حمراء، الحكم طرد لاعب من لاعبي المولودية. ثم تدخل بقوة هنا حشود عبد الرحمن، هل لعب الرجل حشود عبد الرحمن؟ مباراة مستمرة بثلاثة ثمان لاعبين، هيا البطاقة. ربما لاعب من لاعبي الوفاق يخرج بالبطاقة الحمراء، حتى اللاعبين يبتسمون. التدخل كان قوي يستحق في الكرة الأولى ثم في الثانية. آخر مدافع مقارنة بهذا المدافع هو فعلا يعني فعلا كان وراءه، والتسلل واضح، وضوح الشمس، وبالتالي بيود يستحق العلامة. الدقائق الأخرى، شوط إضافي آخر، أكيد سيكون مجنون. ضاعت في هذه المخالفة، هل يلمع نجمه وليد درارجة؟ والتدخل من الدفاع، انطلق في هجمة معاكسة جميلة لصالح الوفاق. من هناك من انطلق على الجهة اليسرى، راح 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 شد راح من هناك لعب الوفاق. ضاعت، كرات مو أن الكل سعد يلعب، يرفع الكرة الرأسية جميلة، هاي ممتازة، قوية قوية قوية. ممن؟ من ربيعي، حتى ربيعي أصبح يهاجم. هاي هاي الهجمات المعاكسة، ماذا كنا نتحدث عنه؟ عبد المؤمن جابه، طلبها جانيت، هاي آلو، أنا جانيت، لا، يعود لعبد المؤمن جابه، هل يسدد عبد المؤمن جابه؟ وفوزي شوشي في المكان المناسب. الأنصار يعني بداية صعب بالنسبة لأنصار الفريقين. عبد المؤمن جابه، أمامك دمه، عبد المؤمن جابه، ماذا سيفعل؟ هي كرة ممتازة، يلعبها مع من؟ مع أبو قروة، تعود الكرة، هاي كرة هدف ثالث، عبد المؤمن، كم أنت كبير يا عبد المؤمن جابه، ما أجمل هذا الهدف، ما أروع هذا الهدف، عالمي 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 على طريقة ميسي. عبد المؤمن جابو، رائع وممتاز، في هذه الدقيقة وفي هذا الظرف، وتلعب الكرة بهذه الكيفية، كم أنت كبير يا ابن سطيف. عبد المؤمن جابو الذي ترك فوزي شوشي ودمه في حيرة من أمرهم، ويبدو بأن الأمر الذي فيه نستفتي قد قضي. لعب الكرة الأولى، استرجعها بوغروا، الأخير لجانيت، شاهد على بانينكا، هكذا يسجل بانينكا ركلات الجزاء. أصبحت الأمور صعبة، مباراة مثيرة مجنونة، لا يستسلمون، لا يتعبون، لا يكلون، لا يملون، بكيفية ممتازة على التربع على عرش المتوجين بلقب كأس الجمهورية. كميلة وممتازة وريعة، جميلة وممتازة وريعة من المولودية، ما أجمل هذه المباراة.
ما أروع هذا السيناريو، هذا بدبودة يعيد السسبنس ويمدد السسبنس، بدبودة بكيفية ممتازة صعد فوق الجميع بعد كرة من دي لارجا. شاهد بدبودة خالي من الرقابة في القائم الأول من مرمى الحارس خضيرية، براسية يضع المولودية في موضع أحسن من الذي خطر على دفاع فريق وفاق سطيف. هل يسدد؟ ما زال يسدد من بعيد، جميلة 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 وريعة، وكأننا في مباراة استعراضية، كما أنه نحن محظوظين يعني في ليلة اليوم. طيبة الأنصار الذين هي كرة صعبة، هي كرة صعبة، هي كرة صعبة، ما زلت أصر بأنها صعبة. مرت 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 على يد عاوي سيدي الخير، ماذا هذه الكرة؟ كرة مرت ببضع سنتيمترات بامتياز منذ دخول واخلق حالة طوارئ شريف الوزاني. عتيد العميد المولودية إلى حد الآن قبل دقائق معدودة عن نهاية هذا النصف النهائي المثير الكبير الرائع الممتاز، التسديدة وفوزي شوشي. فوزي الشوشي لا يريد أن يلدغ من الجحري ثلاث مرات، ولكن الحكم أنهى بتأهل الوفاق، تأهل الوفاق إلى المباراة النهائية لمواجهة فريق شباب الوزداد. هنيئا للفريقين على العروض المقدمة تحت تصفيقات الأنصار هنا بملعب عمر حمادي ببلوغين. هنيئا للوفاق التأهل للمباراة النهائية واللعب على الثنائية. هنيئا للوفاق أيضا ولمختلف أنصار الذين تنقلوا ولم يتنقلوا هكذا، وفقط حد أوفر للمولودية التي تستحق كل التقدير كيف لا، وهي جبهت على العديد من الجبهات.